السلام عليكم، كنتمنى تكون بخير ومرحبا بك في لاباتي دو لفيديو ديال الماركتينغ دو باز. نفترض انك تفرجتي في لاباتي الاولى ولا ما كنتيش مفرجة تلقى اللين لتحت ساتفرج فيها. قبل ما نبداو في لافيديو بغيت نقول شكرا بزاف لاي واحد تابونا في لاشين، اي واحد ترجم، اي واحد خلى كومونتير، اي واحد قال اي حاجه زوينه ولا خايبه. شكرا بزاف، واخا راكم قلال ولكن كنقدركم بزاف. لا فونكسيون دو ماركتينغ، وهنا غادي نهضروا على لي زوبتيك اللي يقدر هذاك لو ريسبونسابل لو ماركتينغ يديرهم، يعني بحال تقول السياسات اللي يقدر يديرهم هاد لو ماركتير ولا هاد لو ريسبونسابل ماركتينغ. كل اونتربريز على حسب الخصوصيات ديالها. نبداو بلوبتيك برودكسيون باغ اكزومبل. L'optique production, selon cette optique, le consommateur choisit les produits en fonction de leur prix et de leur disponibilité. L'optique production semble efficace dans deux cas, lorsque la demande est massive et peu fortunée, et lorsque l'entreprise veut élargir le marché. L'optique production, l'entreprise ou le responsable marketing qui dit que le consommateur qui retarde le produit à la حساب et mettamen. او لا لا ديسپونيبيليتي، الامكانيات الوصول لهذا لو برودوي. الا كان لو برودوي موجود بزاف ويقدر كاين غير حدا لو كونسوماتور الثمن ديالو رخيص، دونك راه لو كونسوماتور غيشري صافي. الا كان لو برودوي ما غاديش يقدر يوصل ليه دغيا لو كونسوم ما غاديش يشري. لو كونسوماتور كيختار على حساب لو بري ولا ولا ديسپونيبيليتي ديال هذا لو برودوي. هذا من وجهة النظر ديال لوبتيك برودكسيون. ونقولوا ان لوبتيك برودكسيون كيستعملوها بزاف لي زونتربريز في الحاله ديال انها كتكون اون دوموند كبيره بزاف، لا دوموند لي كبيره بزاف ديال الناس اللي باغيين يشريو هاد لو برودوي. دونك ما كتبقاش لونتربريز ترد البال بزاف لا كاليتي و نيمبورت كوا، تبقى غير تصنع وتعطي لهم وتصنع باش تقدر تساتيسفي لا كونسوماسيون كلها. اولا lorsque l'entreprise veut élargir le marché، فاش كتكون لونتربريز باغيه تكبر لو مارشي ديالها. مثلا كتكون غير كتكون مثلا كتبيع غير في مدينه في كازا، مثلا كتبيع في مدينه وحده، باغيه تكبر تزيد تمشي للمحمديات، تمشي للرباط، تمشي تكبر شويه السوق ديالها، تكبر لو مارشي ديالها. هنا كتبغي تنتج اكبر عدد ممكن، ما كتبغيش ترد بزاف البال مع لا كاليتي، باغي تنتج بزاف باش تنقص ليكو وتقدر تنتج اكبر عدد ديال هاد لو برودوي ويوصل اكبر عدد ديال لي كونسوماتور وتكبر لو مارشي ديالها. لوبتيك برودوي، سولون سيت اوبتيك لو كونسوماتور بريفير لو برودوي كي اوفر لا ميور كاليتي. هنايا مبقيناش كنهضرو على لو بري ولا ديسپونيبيليتي، ولا انا كنهضرو على لا كاليتي. يعني تيقول لك ان لو كونسوماتور تيختار لو برودوي اللي عنده كاليتي زوينه، لو برودوي اللي زوين، ما كيبقاش باغي غير الثمن رخيص، ما بقاش لو كونسوماتور كيختار على حساب الثمن، تيختار على حساب لا كاليتي. غير المشكل او لو ريسك اللي كاين في هاد لوبتيك، اي دون لو كا دان برودوي ميور بو نو با اتيري لو بوبليك باسكو لا بيرفورمانس ne trouve pas l'utilité auprès des clients. مثلا صنعنا واحد لو برودوي كاليتي واعره، برودوي واعر، واخا هكاك ما شراه حتى واحد. علاش؟ حيت ما محتاجو حتى واحد، تو سامبل ما محتاجو حتى شي واحد. مثلا صنعت انا واحد الطاقيه ديال الشمس كاليتي واعره، احسن كاليتي كاينه، ومشيت نبيعها في روسيا، لا جيت نبيعها في القطب الشمالي، واش يشري عليا شي واحد؟ حتى واحد محتاج طاقية ديال الشمس اصلا في القطب الشمالي، واش كاينه شي شمس تما؟ ولا صنعت واحد المظله ديال الشتاء ومشيت نبيعها في واحد البلاصه ما فيها الشتاء، حتى واحد ما محتاجها تما، وانا باغي نبيع لهم واحد المظله ديال الشتاء وكنقول لهم راه كاليتي زوينه وكذا، حتى واحد ما غيشريها. دونك خاصني نشوف اشنو محتاج لو كونسوماتور وعاد نتلاها مع لا كاليتي، ولا نطلع لا كاليتي، ولا نزل لا كاليتي، ولا
direction اللي بغيت في لو برودوي. L'optique vente. Il s'agit de vendre le plus possible au plus grand nombre possible de clients sans forcément se préoccuper de l'utilité réelle du produit pour les acheteurs. يعني كان بيع اكبر عدد ممكن لاكبر عدد ممكن ديال الناس بلا ما نفكر واش هاد الناس محتاجين هاد البرودوي ولا محتاجينش ليه. ما شغليش انا باغي نبيع باغي غير نبيع ما شغليش واش محتاج ولا ما محتاجوش دبر راسك يشري عليا هاد البرودوي. هاد لوبتيك فونت كنستعملوها بزاف سوا بور لي برودوي نون سويت بار لي كونسوماتور. يعني واحد البرودوي اللي ما محتاجوش لو كونسوماتور اصلا ما محتاجو حتى شي واحد كنستعملو هاد لوبتيك فونت كنستعملو دوك لي فورس دو فونت اكسيتيرا باش نبيعو ليهم هاد البرودوي واخا محتاجينش ليه حيت اصلا هاد البرودوي تو واحد محتاج ليه. Ou par les entreprises en situation de surcapacité de production. L'entreprise qui a beaucoup produits. Et le produit n'est pas complètement. Il y a beaucoup l'entreprise qui a beaucoup. Je vais vous donner l'optique vente. Ou charge les produits. Le risque est que l'entreprise suppose que les clients qui achètent le produit sans avoir réellement besoin ne le rendront pas maintenant. إلا مشيت انا لأي حانوت وشريت ان برودوي مثلا شريت تليفون جديد انا هاد التليفون باغي نصور به مثلا باغي نستعمله باش نصور لي فيديو جيت للدار قلبت التليفون ما لقيتش فيه الكاميرا انا باغي نصور به وما فيهش الكاميرا دونك ما عندي ما ندير بها اش غندير نشدو مش نردو المولى مش نردو لهداك اللي شريته عليه. D'accord. Là, l'entreprise كتفترض ان le consommateur ما يديرش هاد الخدمه ما يردليهاش لو برودوي. هذا هو لو ريسك حيت هذاك لو consommateur اللي شرا لو برودوي وما محتاجوش غادي يردو دونك بحال ما درنا والو بحال ما بعناش. L'optique marketing, cette optique considère que pour réussir, une entreprise doit créer, fournir et communiquer de la valeur au client de façon plus efficace que ses concurrents. Et là, l'optique marketing, c'est que pour que nous réussissions, nous devons faire la première chose, nous créer la valeur, une qima ajoutée à ce consommateur. Yani nzidou lih chi haja lhad le consommateur, nfa'ou f chi haja lhad le client. نفعوه في شي حاجة بطريقة حسن من داكشي اللي كينفعو به المنافس ديالي. يعني نزيد ليه واحد القيمة اكثر من داك القيمة اللي غيزيد ليه المنافس ديالي باش ننجح. لا سيكسيون 3 لا ديمارش ماركتينغ. بعد اشنا هي لا ديمارش ماركتينغ سو كومبوز بار دو ايتاب. La première correspond au marketing stratégique et la deuxième au marketing opérationnel. Qui fait que nous avons la stratégie marketing ou la démarche marketing. D'ailleurs, je vais vous dire que nous avons créé une entreprise. D'accord ? Nous avons créé la stratégie de marketing ou la marketing de la اول حاجه غنديروها هي اننا غنحطوا واحد لا استراتيجي في الوراق. داكوغ يعني غنحطوا واحد لا استراتيجي ماركتينغ اللي هي غتكون غير نظريه. لا استراتيجي ماركتينغ كومبرون لونسامبل دو ديسيزيون بريز ا لافونس بار اون انتربريز بور اون بيريود دوني. يعني غنحطوا الاول واحد لا استراتيجي واحد الخطه كنديروها قبل ما توصل هذيك ما توصل هذيك la période اللي باغيين vraiment نخرجوا فيها للسوق. داكور يعني هاد لا استراتيجي كنديروها قبل واحد المجموعه ديال الافكار ولا واحد المجموعه ديال القرارات ولا واحد المجموعه ديال الافكار اللي كنحطوهم في الورق قبل ما نخرجوا لو مارشي ديال لا استراتيجي ماركتينغ. وهنا غادي نفرقوا ما بين هاد جوج ديال لي فاز ولا هاد جوج ديال جوج ديال لي فاز ديال لا ماركتينغ ديال لا ديمارش ماركتينغ. لا ماركتينغ استراتيجي ولا ماركتينغ اوبيراسيونيل. لا ماركتينغ استراتيجيك كما قلت لك كنسبقوها يعني كنديروها غير في الوراق قبل ما نخرجوا لو مارشي فريمون
اول حاجه فيها هي الاناليز اكسترن دو مارشي دو لا كونكورونس، يعني كنشدو هذاك لو مارشي اللي باغيين حنا ندخلو ليه وكندرسوه، كنشوفو لا كونكورونس، كنشوفو هذوك الناس اللي المنافسين، كنشوفو مثلا لونفيرونمون اللي كاين فيه، كما قلنا شفنا قبل لونفيرونمون تكنولوجيك لي ريسورس ناتوريل، اي حاجه عندها علاقه بهذا لو مارشي كندرسوها. من بعد كنجيو لونتربريز ديالنا وكنديرو ليها الاناليز، سواء لو برودوي اللي باغيين حنا ننتجوه، سواء جو سي با كوا لو بري اللي نقدروا نخرجوا به هاد لو برودوي للسوق، سواء لا كاليتي اللي نقدروا ننتجوا بها لو برودوي، سواء جو سي با كوا. المهم كنديروا لاناليز لونتربريز ديالنا لداخل. ثلاثة، اناليز دي ديفيرون استراتيجي بوسيبل، يعني كاع دوك لي استراتيجي اللي نقدروا حنا ننفذوهم كنحطوهم وكنجيو كندرسو بزاف، ما كنجيوش ديريكت ونحطو واحد الاستراتيجي وكنتبعوها، وانما كنديرو الاختيارات ديالنا كاملين اللي ممكن اننا نديروهم كنحطوهم حدانا. من بعد ديفينيسيون دي زوبجيكتيف دو لا استراتيجي ماركتينغ، بلان استراتيجيك دو ماركتينغ، كنحددو الاهداف ديالنا اللي باغيين حنا من هاد لا استراتيجي، كنختارو واحد لو بلان استراتيجيك دو ماركتينغ من هادوك الاختيارات كلهم اللي ديجا درنا. هذه هي الماركتينغ استراتيجيك، يعني مازال ما خرجناش للسوق، ما جيناش بدينا كنطبقوا، لا هنايا كنديروا واحد الاستراتيجي اللي نديروها من بعد، اللي نتبعوها من بعد. من بعد كيجي لو ماركتينغ اوبيراسيونيل، هنايا كنخرجوا لو مارشي، هنايا كنطبقوا. اول حاجه في لو ماركتينغ اوبيراسيونيل هي شوا دو مارشي سيبل، كنختاروا واحد لو مارشي اللي غنمشيو ندخلوا ليه حنايا بعدا، هاد لو مارشي هو اللي غندخلوا ليه. نقطه ثانيا، شوا دي اون استراتيجي دو سيغمونطاسيون سور سو مارشي سيبل، داك لا سيغمونطاسيون اللي هضرنا عليها قبيله، كنختاروا واحد لا استراتيجي باش نسيغمونطيو لو مارشي ديالنا، واحد لا استراتيجي ديال لا غنشوفو من بعد لي استراتيجي دو سيغمونطاسيون كي بوسيبل، ولكن دابا نقولوا واحد مثلا اننا نفترضوا اننا غنسيغمونطيو لو مارشي على حسب لو نيفو دي ديوكاسيون، هاد الناس قاريين، هاد الناس ما قاريينش، هاد الناس هادي، الناس هادي، نقسموا لو مارشي ديالنا. من بعد شوا دي بوزيسيونمون سور سو مارشي سيبل، غنختاروا لو كيفاش غندخلوا في هاد لا سيبل اللي اختاريناها، شنو غنديروا حنا في هاد لو مارشي، غنصنعوا هاد لو برودوي. دونك هادي هي لو بوزيسيونمون. مثلا الا كنت اختاريت واحد لو مارشي، اختاريت باغ اكزومبل المغرب كوم مارشي، درت لا سيغمونطاسيون ديالي، قسمت على حسب الجهات، مثلا اختاريت الجهه الشرقيه كوم اون سيبل في هذا لو مارشي كله، غادي نجي لهاد الجهه الشرقيه ونحدد اشنو غندير فيها، اشنو غنصنع انايا، لا هو لو بوزيسيون، اشنو غادي نبيع تما، اشنو غندير تما. اخر حاجه هي ربعه، لا فيكساسيون دان بلان داكسيون ماركتينغ، لا فيكساسيون دان بلان اللي نقدر نقولو هنايا نقدر نسميوه لي 4 بي باغ اكزومبل، ولا لو ماركتينغ ميكس. هنايا كنديرو اون بوليتيك دو برودكسيون، اون بوليتيك دو برودوي، اون بوليتيك دو بري، اون بوليتيك دو كومونيكاسيون اكسيسيري، يعني اشنو غادي صافي هنا كنحددوا اشنو كنديروا، اشنو غنديروا بالضبط بالتفصيل، ها لو بري اللي غنبيعوا به، ها لي غوميز اللي غادي نديروها، لا كاليتي اللي غنصنعوا عليها، اكسيتيرا اكسيتيرا. حنا صافي كنحددوا بالضبط اشنو غادي نديروا. من بعد ما عرفتي المصطلحات اللي خصك تعرفهم في الماركتينغ، غدوسوا دابا نشوفوا اشنو كنديروا في الماركتينغ. اول حاجه كنديروها هي ليتود دو مارشي بيان سور. L'étude du marché, on va dire que c'est la section. La section 1 est définition de marché. La section 2, la démarche de mise en place d'une étude de marché. La section 3, le comportement du consommateur. La définition du marché. Les néoclassiques, la théorie néoclassique définit le marché comme la rencontre d'une offre et d'une demande qui se traduit par une fixation d'un prix de cession. Il y en a qui gère l'offre. العرض وكيجي كتجي لا دوموند الطلب، كيتلاقاو في واحد البلاصه وكيتفاهموا على واحد لو بري اللي هذاك اللي كيشري كيقبلوا انه يشري بهذاك الثمن، وهذاك اللي كيبيع كيقبل انه يبيع لو برودوي ديالو بداك الثمن.
هاد اللقاء ولا هاد الفين كيتلاقاو هاد الناس كيتسمى مارشي، ماشي بالضروره يكون عن ليو بلاصه بالضبط السوق، يقدر يكون باغ اكزومبل غير في فيسبوك كاين مارشي، غير الا باع عليه غير بالتليفون راه مارشي جو سي با كو، يعني غير كيتلقى عرض في اي بلاصه كيتلقى فيها عرض وطلب وكيتفاهموا على ان بخي وكيبيعوا كيديروا ديك داك لي شونج بيناتهم راها مارشي. لا ماركتينغ غادي نقسمو لو مارشي، لا ديفينيسيون دو مارشي بو سي بخون دو سونس، لو سونس اتخوات و لو سونس لارج. Au sens étroit, le marché est un ensemble de données chiffrées sur l'importance, la structure et l'évolution des ventes d'un produit. Au sens étroit, le marché, ou l'air de dire au sens étroit, le marché qu'on a fait à l'assess ou à le produit. Hier, ou à le produit. Les données ou les bases, c'est-à-dire la demande de le produit ou les ventes de le produit, le chiffre d'affaires, etc. Gagner le marché qu'on a donné à l'assess ou à le produit. Au sens large, le marché est l'ensemble des publics exerçant une influence sur les ventes d'un produit ou plus généralement sur les activités d'une organisation. Au sens large, le marché est le gars d'action. Donc les acteurs Kamlin. اللي يقدروا يتدخلوا لينا في الخدمه ديالنا كوم اون اورغانيزاسيون ولا في لي زاكتيفيتي ديال هاد لونتربريز. دابا الا تبعنا هاد لا ديفينيسيون اي تخوا دو مارشي، الا تبعنا لا ديفينيسيون اي تخوا دو مارشي، غادي نقسموا لو مارشي لربعه ديال لي تيب نقدروا نقولوا. لو مارشي برينسيبال او بيان سور هاد لي تيب كما قلنا انا ديفينيسيون دو ايتخوات كديفيني لو مارشي اون فونكسيون دان برودوي، يعني في علاقه مع واحد لو برودوي، يعني هاد التقسيم هذا غادي يكون في العلاقه بهاد بواحد لو برودوي اللي كننتجو داكور. يعني لو مارشي برينسيبال غوغوب لونسومبل دي برودوي تكنيكمون سامبلابل او برودوي ايتيدي ديريكتومون كونكورون. يعني لو مارشي برينسيبال هو كيجمع لينا المجموع ديال لي برودوي لي نفسو بحال لو برودوي ديال نفسو. يعني كيما الا خدينا المثال ديال القبيله ديال اننا كنتجو القهوه، يعني لو مارشي برينسيبال غادي يكون كاع دوك الناس اللي كيبيعوا القهوه في البلاصه فين انا. مثلا انا كنبيع قهوه في كازا، لو مارشي برينسيبال غادي يكون غادي يجمع لي كاع الناس اللي كيبيعوا القهوه في كازا. لو مارشي اونفيرونمون regroupe l'ensemble des produits de nature différente mais satisfaisant les mêmes besoins dans les mêmes circonstances. Et là, il peut être le produit ماشي de même nature. بقاديين في المثال ديالنا اللي هي القهوه ماشي de même nature ولكن كيساتيسفي لو ميم بوزوان وفي نفس البلاصه. يعني انا كنبيع القهوه في كازا، هاد لو مارشي اونفيرون غيجمع لي كاع الناس لك دوك كاع لي برودوي اللي كاتسفيو نو ميم بوزوان اللي كاتسفيو القهوه ديالي واخا ما تكونش قهوه. يعني اتاي مثلا كاتسفيو نو ميم بوزوان، الناس كيشربوه مع الفطور قهوه، الناس كيشربوها مع الفطور دونك نو ميم بوزوان، ولكن ماشي دو ميم ناسيغ ماشي نفسو قهوه واتاي باغ اكزومبل ولا ما جو سي با كوا. يعني اي حاجه كاتسفيو نو ميم بوزوان واخا ما تكونش دو ميم ناسيغ داخله في لو مارشي اونفيرون. دابا الفرق بين لو مارشي برينسيبال و لو مارشي اونفيرونمون غير هو لا ناتور دو برودوي. اونفيرونمون يقدر ما يكونش دو ميم ناتور، و مارشي برينسيبال خصو يكون دو ميم ناتور. لو مارشي جينيريك غوغروب لونسومبل دي برودوي دو ناتور ديفيرون مي ساتيسفيزون لي ميم بوزوان كو سو سوا دون لي ميم سيركونستانس او نو. لو مارشي جينيريك كيجمع لي دوك لي برودوي لي كاساتيسفي لو ميم بوزوان ولكن واخا ماشي في نفس البلاصه، واخا ماشي في نفس الظروف. يعني باش نشرحوا نفس الظروف بالضبط بالتفصيل غادي خصنا نديروا فيديو فيه نص ساعه على حساب هاد نفس الظروف. داكشي علاش حنا نفس الظروف غنمثلوها غير في نفس البلاصه غير باش توصل لك الفكره مزيان. مثلا باغ اكزومبل انا كنبيع القهوه في كازا،
واحد الانسان كيبيع القهوه في الناظور حتى هو غنعتبره منافس ليا، منافس ليا داكو. يعني هنايا غنجمعوا كاع لي برودوي لي كيساتيسفيو نفس لي كيساتيسفيو نفس لو بوزوان لي كيساتيسفيو لو برودوي ديالي، واخا ماشي في نفس الظروف، واخا ماشي في نفس البلاصه اللي انا فيها. Le marché support regroupe l'ensemble des produits dont la présence est nécessaire pour la consommation des produits du marché principal. Le marché support qui met les produits les darou khassouhom ykounou bach le consommateur y consomme le produit li ana kansna. Mathalan ana kansna siyarat. Le produit dial le marché support achno gadi ykounou. Hadak el insan li kibiع les pièces dial siyarat. دوك داك اللي كيبيع المازوت، داك اللي كيبيع الزيت ديال السيارات اكسيتيرا، يعني اي حاجه اللي ضروريه خاصها تكون موجوده باش لو كونسوماتور يكونسومي لو برودوي ديالي. الا شفنا مزيان في لا ديفينيسيون لارج دو مارشي، غنقولوا ان سي لون ادوبت سيت اوبتيك ديال لا ديفينيسيون لارج دو مارشي، اون ديفيني لو مارشي كوم ان انسومبل داكتور فورمون ان سيستيم où chaque acteur dépend de l'autre, étant l'équilibre général dépend de chacun. Système au sein duquel s'échangent des besoins et des services et les pouvoirs des acteurs s'exercent. Ici, on va dire que nous ne connaissons pas le marché à l'assas de produit qui m'a fait la définition étroite. هنا كنقولوا باللي لو مارشي هو واحد المجموعه ديال لي زاكتور، واحد المجموعه ديال الفاعلين اللي كل واحد متعلق بالاخر، مرتبطين بيناتهم، كل واحد مرتبط بالاخر. وفي ليكيليبر جينيرال في ليكيليبر جينيرال ديال هاد لو سيستيم ديبوند دو شاك، متعلق بكل واحد فيهم، كل فاعل في هاد لو سيستيم متعلق بالاخر، والإكيليبر جينيرال ديال هاد لو سيستيم متعلق بكل فاعل كاين فيه. ديال ديفينيسيون لارج، يعني واحد لي ديفينيسيون اللي هي عامة بزاف. سيستيم او سين دوكيل سيشانجون دي بوزوان اي دي سيرفيس اي لي بوفوار دي زاكتور سيكزيرسون. في هاد لو سيستيم هذا، هاد لي زاكتور هادو كيتبادلو بيناتهم لي بوزوان و لي سيرفيس و سي با كوا لي بيان و لي بوفوار، يعني كيبقاو يتبادلوا كلشي. هو اي حد اي واحد عنده شي حاجه كيبقى يتبادلها مع الناس الاخرين. انا عندي مثلا ما عرفتش القدره الجسديه، كنمشي نخدم عند واحد عنده فلوس كن اوصونا الجرس، استنوا على بارتي الجايه ان شاء الله نكملوا فيها داكشي اللي وقع.